مراهقان مغربيان من مدينة الناظور قبلا بعضهما لتنشر صورتهما على موقع فيسبوك. اعتقلا ثم أطلق سراحهما بانتظار أن يمثلا أمام محكمة الأحداث، قضية لم تمر مرور الكرام في المغرب، فانتقد الناشطون الحقوقيون والمدافعون عن الحريات الفردية اعتقال الشابين وتضامنوا معهما في اعتصام في العاصمة الرباط تحت عنوان بوسة احتجاجية أمام مقر البرلمان. لم يدم التحرك لأكثر من دقيقة، قبل فيها الناشطون بعضهم بعضا وأكدوا فيه حقهم في التعبير عن مشاعرهم علنا، لكن حتى ذلك لم يمر بسلام، فهجم الشباب من قبل زعيم حركة الشباب الملكي واعتدي عليهم. يبدو أن في المغرب حتى التقبيل بات جريمة.